اختتم الوفد البحريني الاقتصادي جولته المكثفة إلى جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ والتي استمرت على مدى 10 أيام. وتم خلال الزيارة التوقيع على 13 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والمنظمات التجارية الصينية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وقد ترأس الوفد البحريني سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. وكانت آخر محطات جولة الوفد البحريني في هونغ كونغ، حيث التقى الوفد اتحاد الصناعة والتجارة هناك بهدف تأسيس روابط تنسيق وصداقة والترويج لتبادل المصالح المشتركة. والتقى سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية مع عدد من المؤسسات والمنظمات التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، كما حضر الاجتماع السنوي العام لاتحاد هونغ كونغ والبحرين للأعمال. واستضاف مجلس التنمية الاقتصادية حفل استقبال وتعارف بعد انعقاد مؤتمر البحرين هونغ كونغ للأعمال، حيث التقى خلاله أعضاء الوفد البحريني بنظرائهم في هونغ كونغ. وفي هذا الصدد أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أنه على غرار الصين، فإن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست تمثل مركزا من مراكز النمو الكبرى في العالم، كما يزداد الطلب في السوق الخليجية على المنتجات والخدمات الجديدة، وتمثل تلك العوامل حافزا بالنسبة لكل من الصين بما تسخر به من مصنعي المنتجات الاستهلاكية السريعة وهونغ كونغ الرائدة في قطاع الخدمة المالية، لتكون في وضع مثالي يستفيد من الفرص المتاحة في المنطقة. وشهدت الجولة المكثفة للوفد البحريني استضافة سلسلة من الندوات التي عرفت المستثمرين الصينيين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة. كما أجرى الوفد عدة محادثات مع المسؤولين الصينيين وكبار رجال الأعمال والشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية من خلال البحرين، وذلك في 4 من المراكز التجارية الرئيسية في الصين، وهي بكين وغوانغشو وتشينجين وهونغ كونغ. وزار الوفد أيضا معرض الصين للاستثمار في الخارج في دورته 6 في بكين. كما واجتمع أعضاء الوفد البحريني خلال جولة في الصين مع عدد من أبرز الشركات المرموقة في الصين وهونغ كونغ. وتتمتع البحرين والصين بعلاقات تجارية قوية يمتد تاريخها إلى 2000 عام، عندما كانت التجارة تتم عبر طريق الحرير. وتعمل اليوم عدد من الشركات الصينية على إنشاء مكاتب أو منشآت لها في البحرين للوصول إلى السوق الخليجية. وحصلت البحرين على تقدير مؤشر مؤسسة هيرتاغ للحرية الاقتصادية 2014، وذلك نظرا لما يتمتع به اقتصادها من انفتاح، بالإضافة إلى بيئة العمل الملائمة ومتانة الدعائم الاقتصادية فيها، حيث حصلت على المرتبة 13 على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طبعا اليوم كانت هي المحطة الأخيرة من الرود شو، وكان هناك حضور جيد أيضا كالعادة كما هو في المحطات الثلاث الأخرى. وجدنا بأن هناك أيضا في رغبة شديدة وتفاعل كبير من قبل الحضور بالنسبة للجانب في هونغ كونغ. وأيضا كما هو المعهود، يعني إحنا الروتشو برزت هناك الكثير من اللقاءات الجانبية من خلال التجار وأصحاب الأعمال في الجانب الصيني ومن هونغ كونغ. نعتقد إذا تقييمي لهذه الزيارة بالنسبة للروتشو بأنها كانت ناجحة بكل المقاييس، فقط مطلوب منا المتابعة وأن نتواصل مع كافة الأطراف اللي تم توقيع مذكرات التفاهم معهم فيها، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف التي من أجلها تم الإعداد لهذه الزيارة. طبعا مشاركة تمكين في هذه الجولة طبعا تأتي تكميل طبعا لدور جهات أخرى مثل مجلس التنمية الاقتصادية
في الترويج للبحرين كمكان طبعا مثالي لتأسيس الأعمال أو اتخاذ البحرين كمركز إقليمي لانطلاق الاستثمارات الأجنبية في المنطقة. بالطبع طبعا دور التمكين يأتي من خلال تحفيز هذه المؤسسات للعمل من البحرين، تعريفهم بالمزايا اللي ممكن يتمتعون فيها في البحرين من خلال دعم أوجه العمل المختلفة. طبعا زيارتنا هذه تأتي من خلال مجموعة جهود نحاول طبعا دائما نكون متواجدين خارج البحرين، لكن طبعا دورنا أساسي أيضا داخل البحرين من خلال التعامل المباشر مع الأعمال اللي طبعا يبدون رغبة في الانطلاق من البحرين كموقع للاستثمار أو العمل. تأتي ذي الزيارة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية، وهي تتبع زيارة تاريخية لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتفتح ذي الزيارة آفاق كثيرة لقطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني البحريني. طبعا بالنسبة لنا في شركة مطار البحرين، حاليا في كثير من آفاق التعاون الممكن تطويرها بين مملكة البحرين وجمهورية الصين، على رأسها تطوير خط مباشر بين أحدى الخطوط الطيران الصينية ومطار البحرين الدولي. هذه واحدة من الفرص اللي سعينا في تطويرها خلال هذه الزيارة، وإن شاء الله الدلائل المؤشرات تدل على إن شاء الله النجاح في تحقيق هذه الهدف. طبعا هذه الزيارة كانت جدا زيارة موفقة، وأتوقع أن القطاع الخاص من مملكة البحرين استفادة جمة من ناحية العلاقات اللي تم بنائها بين الوفد البحريني والرجال وسيدات الأعمال من الصين وهونغ كونغ. كان هناك فرص يعني متعددة، إن كان من ناحية الاستثمار في البحرين أو حتى علاقات اقتصادية بين الوفد البحريني وباقي الرجال وسيدات الأعمال في الصين وهونغ كونغ. في بعض المشاريع اللي ممكن احنا نتوسع فيها أكثر إن كان في المنطقة هني، وحتى إن احنا نطور أعمالنا من ناحية المنتجات جديدة، من ناحية أفكار جديدة. فأنا أعتقد إن هاي كان من أسباب نجاح هالزيارة بالنسبة لي أنا شخصياً.